وعن ذكرى 19 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق معنا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا بكم. حياكم الله. إذن دكتور عبد الحميد، 19 عاما على تأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، واجهت فيها الهيئة يعني حملات من التحريض والتشويه ومحاولات إغلاق منابر الهيئة. إلى أي مدى ترى أن حملات هذه الحملات التشويه السياسي والإعلامي المشروع الطائفي في العراق قد حققت أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والجميع المشاهدين الكرام. نعم، هي ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى تتزامن مع للأسف مع ذكرى الاحتلال الأمريكي. اسمح لي في البداية أن أذكر بأن تأسيس الهيئة وإن كان رسميا في هذه الأيام، لكنه كانت له مقدمات، ومن مقدماته ما تآلف عليه عدد من علماء العراق الذين كانوا في حينها خارج العراق، وأسسوا في حينها رابطة علماء العراق في الخارج، وكان منهم فضيلة الشيخ الدكتور رحمه الله تعالى عبد الكريم زيدان، وكان منهم الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله تعالى، فضلا عن علماء كثيرون منهم من رحلوا سبقونا إلى الآخرة، ومنهم ما لا زال ينتظر، نسأل الله الثبات والحفظ لمن بقي والرحمة لمن مضى. نعم، هذه السنوات الطوال 19 عاما تعرضت الهيئة فيها إلى حروب ودسائس ومؤامرات وتحريض مثل ما ذكرت في سؤالك، ولكن هل حقق المشروع الطائفي الذي حارب الهيئة وحارب جميع القوى الوطنية وحارب العراق والشعب العراقي، هل حقق ما يريده؟ نحن نقول ربما تحقق له جزء مما أراد، ولا سيما هي المكاسب الدنيوية من مناصب، وربما بعض الإغال بالدماء وروح الانتقام من بعض الأبرياء هنا وهناك وتهديم المدن وغيرها، ولكن كمشروع هل ترسخ؟ نحن نرى أنه المشروع الآن في العراق إلى طريق الفشل إن شاء الله وإلى الزوال، ودليل ذلك الشعب العراقي. فمتى نقول أنه تحقق؟ عندما يقتنع أبناء الشعب العراقي بهذا المشروع ويتماهون معه ويساندونه، حينئذ نقول أنه مشروع قد تحقق، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. وخير دليل الانتخابات الأخيرة التي تمت مقاطعتها من غالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي. على المستوى الشعبي أيضا دكتور عبد الحميد، وخصوصا بعد ثورة تشرين، كيف ترى نظرة الشارع العراقي، كيف ترون في الهيئة نظرة الشارع العراقي للهيئة وثوابتها التي أسست عليها وقد جاءت يعني مطابقة مع ما خرج به ثوار تشرين ويعني غالبية الشعب العراقي؟ يعني للأسف لا يزال بعض أبناء الشعب العراقي متأثرين بالافتراءات التي افتريت على الهيئة واتهمت بها سذورا وبهتانا، ومن ذلك تحميل الهيئة أنها هي المسؤولة عن مقاطعة الانتخابات الأولى، في حين أن الهيئة كانت جزء من كل، وكان العموم ما يسمى بالطيف السني بالإجماع إلا ما ندر هو الذي شارك بهذه المقاطعة، والهيئة كانت جزء من ذلك. الهيئة افتري عليها افتراءات كما يقال تحريم الدخول في الجيش والشرطة، ودائما منذ 19 عاما وكل ما تطرح وتعرض هذه الفرية نقول لهم أين الدليل؟ هذه أدبيات الهيئة، هذه بياناتها، أين الفتوى التي تدعون؟ فهذه الافتراءات الكثيرة التي افتري فيها على الهيئة للأسف لا يزال قسم من أبناء الشعب العراقي متأثر بها، رغم أنه لا يوجد له دليل على ذلك إلا أنه التقليد والتقليد الأعمى للأسف. وقسم آخر من أبناء الشعب العراقي ممن كشف الله تعالى عن بصيرته وعن عينه وزال مثل هذا الضباب وهذا الغمام، فإنه يرى اليوم أنه ما ينادي به اليوم أبناء الشعب جميعا هو يتوافق مع ما نادت به الهيئة منذ أيامها الأولى، وما وصل إليه تشخيص اليوم حتى من قسم من داخل العملية السياسية أنه هذا التشخيص بأن الطائفية والفساد وإلى آخرها
يتوافق مع ما شخصته الهيئة منذ الأيام الأولى. هذه النتيجة التي وصل إليها أبناء الشعب العراقي تفرحنا، لأنه هي الغاية. لا نريد أن نحقق منصبا، لا نريد أن نحقق مكسبا، لا نريد أن يقول لنا الناس شكرا، وإنما نريد أن يصل الناس فعلا إلى هذه النتيجة حتى تتحقق الغاية التي نسعى لها جميعا، وهو تخليص العراق، تخليص أبناء الشعب العراقي من هذه المحن وهذه المآسي التي نزلت علينا جميعا. مع ما تعرضتم له من تشويه كما تفضلتم من أبواق السلطة والأحزاب، وهي كثيرة طبعاً في مواجهتكم. إذن دكتور عبد الحميد، بعد كل هذا الإخفاق الذي ذكرتموه في هذه العملية السياسية والتي خلفت طبعاً فساداً كما هو معلوم وخراباً على جميع المستويات في العراق، هل من فرصة لتفعيل المشروع الوطني الجامع والذي طبعا تبنته الهيئة ولا زالت تتبناه ليكون بديلا عن، لا تزال تتبناه طبعا، ليكون بديلا عن المشروع التخريبي القائم الآن في العراق، لا سيما أن الشعب العراقي أصبح يعني أكثر إدراكا لخطورة هذا المشروع الطائفي؟ بالتأكيد، يعني البديل عن الطائفية، البديل عن المحاصصة هي المشروع الوطني. لكن إن كنت تقصد المشروع الوطني الذي قدمته الهيئة، فإننا نقول أن الهيئة قد قدمت العديد من المشاريع كلها وطنية. نعم، في بدايات الأمر، بدايات السنين الأولى للاحتلال، لما كانت المقاومة العراقية الحقيقية ليست المدعات اليوم، قد رغمت أنوف الاحتلال وجعلته يرضخ وكاد أن يعلن الهزيمة كما أعلن ذلك بوش. حين ذلك، حينما اجتمع القوى العراقية برعاية الجامعة العربية، الهيئة قدمت المشروع الوطني وقدمته إلى ممثل الجامعة العربية. هذا المشروع وليس مشروعا تفصيليا، يعني الهيئة لا تريد أن تفرض على الشعب العراقي شيئا مفصلا ومحددا، وإنما هي الملامح العامة التي يتفق عليها جميع أبناء الشعب العراقي. واليوم العديد من المشاريع، حتى تلك التي تدعي أنها وطنية وإن كانت دخلت في المشروع، في مشروع الاحتلال، المشروع السياسي، فإننا نرى أن ما ينادي به هؤلاء جميعا وما يتوافق عليه أبناء الشعب العراقي هو يتوافق مع هذه الملامح العامة والمبادئ الأساسية التي عرضتها الهيئة. ونذكر هنا بأن الهيئة لم تكن جامدة، يعني لم تتوقف عند هذا المشروع الذي قدمته في بداية الاحتلال، وإنما قدمت العديد من المشاريع الأخرى التي فيها بعض المتغيرات بما يتناسب مع القوى التي ظهرت على الساحة العراقية. فقد أعلننا في مرحلة لاحقة المشروع العراقي الجامع، ثم بعد ذلك، بعد مرحلة يعني في مرحلة بعد سنوات، أيضا قدمت الهيئة مع قوى وطنية أخرى الميثاق الوطني، وهو اليوم الميثاق الوطني جهة فعالة تضم العديد من القوى الوطنية التي لا تزال ثابتة على مبادئها ورافضة للاحتلال وصفحاته ومآسيه وأسبابه وأدواته. مشروعكم الوطني دكتور عبد الحميد طبعا لم ينسى النازحين والمهجرين أيضا، هذه المعاناة استمرت طبعا منذ اليوم الأول لهذه الظاهرة، استمرت المساعدات التي ترسلونها. هل تعتقد أن الدور الذي تؤديه الهيئة في هذا طبعا من مشاريع ومساعدات لشرائح منكوبة في المجال الإنساني، هل تعتقد أنها كافية ويعني تلبي الاحتياجات التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة والمؤسسات الأخرى التابعة؟ يعني لكل أسف نقول، رغم أن الجهد الكبير الذي يمارسه القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين منذ سنوات عديدة جدا، ورغم الحملات التي يعني شملت العديد من مناطق العراق وكما ونوعا، وللمناسبة هنا نقول أن القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين أعضاؤه لا يتقاضون شيئا من هذه المساعدات التي نجمعها من هنا وهناك، جميع أعمالهم تطوعية يقومون بها، نسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن تتقبل منهم جميعا. هذه الأعمال رغم كثرتها، بشهادة العديد من المنصفين والمراقبين من القريب والبعيد، إلا أنها لا تلبي حاجات هؤلاء النازحين والمحتاجين في الشعب، بين أبناء الشعب العراقي. فهنالك يعني ربما ليس لدي إحصائية كم النسبة، لكنه إن أستطيع أن أقول بكل ثقة أنها ربما لا تتجاوز 10% من الاحتياجات، رغم أننا كما قلت
أننا لا نقصر ولا نأل جهدا في تقديم ما نستطيع، بل الأولوية في أعمالنا اليوم هي لهذا هذا التخصيص، التخصيص الإغاثي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من الاستمرار في هذا الميدان، وأبناء الشعب العراقي الذين هم في هذه المخيمات من النازحين هم ربما خير من يشهد بهذا العمل وبهذه الحملات التي تصل إليهم. واعتذارنا طبعا على لسان قسم الإغاثة أقول نعتذر لهؤلاء النازحين إن لم نستطع أن نوفي حقهم جميعا، وإن منعنا وحرمنا من الوصول إلى بعض المخيمات وبعض الأماكن. فهذه طاقتنا وهذا جهدنا، وليس لنا أو ليس بيدنا حيلة أكثر من ذلك، رغم أننا نحاول وسنستمر في المحاولة. دكتور عبد الحميد العاني، الناطقة الرسمية باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم. إياكم.